سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ كل يوم تحدث أمور غريبة في هذا العالم، وأحياناً لا يلاحظها أحد لأنها تحدث بسرعة. لكن بعض الأحداث أيضاً تبلغ درجة كبيرة من الغرابة ولا يصدقها أحد إلا إذا كانت هناك مقاطع فيديو تشرح ما حدث. في هذه الحلقة سنعرض عليكم مجموعة من الظواهر التي لم يكن أحد سيصدقها لو لم تصورها الكاميرات. لننطلق. البرق المدمر في الصين. قد تعتقدون أن عاصفة عادية لا يمكن أن تكون مدمرة، لكن ما حدث في مدينة تشينيانغ الصينية أثبت العكس. في شهر أغسطس من عام 2020 أعلن مكتب الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى بسبب العواصف، لكن لم يتوقع أحد أن ما سيحدث سيكون مثيراً للدهشة. أثناء العاصفة ضربت صاعقة خطاً كهربائياً عالي الجهد وسط المدينة، مما تسبب في حدوث الكثير من الفوضى. سمع المواطنون صوت انفجار قوي، ثم اندلعت ألسنة اللهب في مجموعة من البنايات. العديد من السيارات المتوقفة في المنطقة احترقت على الفور. تمكن المواطنون من تصوير تلك اللحظات المرعبة. الأمر المدهش هو أن هذه الحادثة لم تخلف أي خسائر بشرية باستثناء أولئك الذين أصابتهم صدمة نفسية من هول ما حدث. من حسن حظ السكان أن ذلك لم يتكرر مجدداً. السيارة المسحوقة بين شاحنتين. في شهر يونيو من عام 2020 كانت معلمة تركب السيارة رفقة صديقتها في إحدى المدن الصينية حين صدمتهما شاحنة كبيرة من الخلف. اندفعت السيارة بسرعة نحو الأمام لتصطدم بشاحنة أخرى كانت متوقفة عند الإشارة الحمراء. لم تستطع الشاحنة الخلفية التوقف، ووجدت السائقتان نفسيهما محاصرتين داخل السيارة التي تم سحقها بين الشاحنتين. الأمر المدهش هو أن المعلمة وصديقتها لم يصبهما أي مكروه، وتم إخراجهما بسلام. لا يمكن أن نصف شعور الإنسان وهو يمر بمثل هذا الموقف، لكن هذا المقطع كفيل بوصف ذلك الشعور. لنتابع مجدداً. فتاة ابتلعها الرصيف. الآن مع حدث لا يمكن تصديقه وقع في مدينة تشيان شمال الصين. كاميرا المراقبة في أحد الشوارع التقطت هذا المقطع الذي تظهر فيه فتاة وهي تسير على الرصيف وتتحدث في الهاتف. بعد ذلك وبدون أي سابق إنذار سقطت الفتاة في حفرة عميقة جداً. حاولت الفتاة استخدام ذراعيها لمنع نفسها من السقوط لكنها فشلت. أثناء ذلك كان سائق سيارة أجرة يمر من نفس الشارع وشاهد ما حدث. أوقف السائق سيارته فوراً وسط الطريق وهرع للمساعدة. حاول السائق التحدث مع الفتاة ولم تكن هناك أي استجابة. وصل فريق الإنقاذ إلى المكان بسرعة. كانت الحفرة عميقة جداً لدرجة أنه تم استخدام السلالم للنزول إليها. من حسن حظ هذه الفتاة أن سائق السيارة انتبه لما حدث، وإلا بقيت هناك دون أن ينتبه إليها أحد. الأمطار الغزيرة والفيضان في مومباي. موسم الأمطار هو أصعب المواسم في الهند. هذا الفيضان الذي نراه في الصور حدث في مدينة مومباي الهندية صيف عام 2020 بعد أن أمطرت السماء لمدة 4 ساعات فقط. كان ذلك فظيعاً. حتى المواطنون الذين مروا بتجربة المماثلة عام 2005 يرون أن فيضان عام 2020 أقوى بكثير من السابق. تم إغلاق كل المحلات وتوقف كل شيء. حتى القطار لم يعد قادراً على الحركة. تحطمت المنازل ووجد السكان أنفسهم مضطرين للسباحة من أجل النجاة. حتى الحكومة الهندية عاجزة عن تقديم المساعدة. السيارات والحافلات المتوقفة في الشارع جرفتها المياه. لا تهرب من الشرطة. في أحد محلات مدينة ألبرتا الكندية سجلت كاميرا المراقبة هذا المقطع الذي يظهر فيه أحدهم وهو يحاول الهروب من الشرطة. حين أشهر الشرطي مسدسه الكهربائي في وجه اللص، حمل هذا الأخير مجموعة من أكياس الحلوى وحاول استخدامها كسلاح. في النهاية قرر الاستسلام وقام بالاستلقاء على الأرض، لكنه عاد للمقاومة مجدداً بعد أن اقترب منه الشرطي. صديقته كانت متواجدة هناك أيضاً وحاولت المساعدة. في النهاية قرر الشرطي إيقاف هذه المسرحية واستعمل المسدس الكهربائي لإسقاط اللص أرضاً.
الأمر الطريف هو أن صديقة اللص حاولت الاختباء في مكان ما في الوقت الذي وصل فيه صديقها المقاومة حتى بعد تلقيه صعقة كهربائية. توجهت الفتاة إلى المخزن الموجود في الطبق العلوي وحاولت الاختباء هناك، لكنها لم تتوقع أن السقف لن يتحمل وزنها وسقطت مباشرة نحو الأسفل لتجد نفسها وسط المتجر مجدداً. في النهاية تم اعتقال الاثنين بعد أن حصل الشرطي على الدعم الكافي. إعصار قوي يتسبب في حدوث فيضانات. عرفت سنة 2020 العديد من الأعاصير القوية التي تسببت في الكثير من الكوارث خاصة في شهر أغسطس، لكن إعصار أسياس كان أعنفها على الإطلاق. بدأ الأمر بعاصفة متوسطة القوة والتي تطورت تدريجياً إلى إعصار مدمر. انتقل الإعصار من جزر الكاريبي نحو فلوريدا عبر تراب الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك تسبب بالكثير من الخراب، حتى الأشجار والمنازل لم تستطع المقاومة. تم تصوير العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر الدمار الذي حل بالمنطقة. حطم إعصار آسياس كل شيء تقريباً. الهبوط الاضطراري لطائرة B737-300 التابعة للخطوط الجوية الإندونيسية. في شهر يوليو من عام 2020 عاش أحد الطيارين أسوأ يوم في حياته أثناء محاولة الهبوط بإحدى الطائرات التجارية الإندونيسية. كان الطيران صعباً بسبب سوء الأحوال الجوية، مما جعل الطائرة مهددة بالسقوط، وذلك ما دفع الطيار للهبوط بها اضطرارياً. كانت الطائرة محملة ب14 طناً من البضائع، وذلك ما زاد من صعوبة المهمة. أما الهبوط فقد كان سيئاً للغاية، مما أدى إلى تحطم العديد من الأجزاء الخارجية في هيكل الطائرة. بعد ذلك تم فتح تحقيق في القضية، وتبين أن حمولة الطائرة كانت عادية، وأن الطيار وحده هو المسؤول عن الضرر الذي أصاب هيكل الطائرة بعد ذلك الهبوط غير الاحترافي. الفيضان غير المتوقع جنوب غرب الصين. قبل أيام من حادث الطائرة الذي تحدثنا عنه، وقع حادث آخر في مدينة صينية اسمها تشانشين. تعرضت المدينة لفيضان عنيف جعل الحياة فيها مستحيلة. إذا كنتم تبحثون عن أكبر مدينة ألعاب مائية في العالم، فإن هذه المدينة ستكون مناسبة. تم تسجيل العديد من مقاطع الفيديو الغريبة التي ظهرت فيها المياه وهي تتدفق من نوافذ العمارات مثل الشلالات. حتى الجسور تضررت كثيراً من هذا الفيضان. غطت المياه كافة الشوارع في المدينة. الحركة أصبحت مستحيلة تماماً. تم نقل آلاف السكان إلى الملاجئ بعد أن دمرت منازلهم كلياً. الطرف الوحيد الذي استفاد من هذا الفيضان هم المصورون الذين حصلوا على الكثير من الصور الرائعة. زلزال المكسيك. الكوارث الطبيعية هي أسوأ تجربة يمكن للإنسان أن يمر بها، كما أن تصوير هذه الكوارث خطير جداً. في شهر يونيو من عام 2020 سجل بعض المواطنين المكسيكيين مقاطع فيديو لآثار زلزال بلغت شدته 7.4 درجات على سلم ريختر. بدت تلك المقاطع وكأنها من أفلام الرعب. البنايات محطمة كلياً والجميع يحاول الهرب. لكن إليكم أفظع ما تم تصويره. هنا يمكنكم رؤية هذه البناية وهي تنشطر إلى جزئين، وأيضاً الرصيف الذي انشق وبدأ كل جزء منه يتحرك بشكل منفرد. يقول الأخصائيون إن المكسيك هي المنطقة الأكثر عرضة للزلازل على مدار 1500 سنة الماضية. في السابق لم يكن الناس قادرين على قياس شدة الزلازل، ولم يكن أحد يعرف سببها، لكن اليوم وبفضل العلم يمكن التنبؤ بالزلازل والقيام ببعض الاحتياطات قبل حدوثها. كل ما يجب فعله هو العثور على مكان آمن وتصوير بعض المقاطع المثيرة للاهتمام. حافلة تجرفها المياه. في عام 2019 عانى سكان مدينة هيماتشال براديش الهندية من فيضانات شديدة القوة. كان كل شيء على ما يرام إلى أن ضربت عاصفة قوية للمنطقة. هطلت الكثير من الأمطار وجرفت المياه كل شيء في طريقها، بما في ذلك حافلة كبيرة. ذلك يمكنه أن يثبت مدى قوة تدفق المياه عبر المدينة. ابتلعت الفيضانات المدينة بالكامل. كانت الحافلة متوقفة بجانب أحد الوديان، ولحسن الحظ أن الركاب قرروا النزول والبحث عن منطقة آمنة. بعد ذلك بلحظات جرفت المياه القوية الحافلة معها. قام أحد المسافرين بتصوير كل شيء. خلال لحظات فقط أصبحت الحافلة بعيدة. كان الأمر على وشك أن يتحول إلى كارثة لو بقي الركاب في الداخل. انفجار البركان الخامد.
العيش في منطقة بركانية أمر لا يدعو للارتياح، لكن سكان الفلبين لم يشعروا بالخوف عند انفجار أحد البراكين مطلع عام 2020. بركان جزيرة لوزون جنوب مدينة مانيلا هو واحد من أخطر البراكين في العالم. سحبه الدخانية ترتفع حوالي 10 كيلومترات في السماء. ذلك دليل على أن أمراً ما سيحدث مثل ما حدث منذ 40 سنة حين انفجر البركان وأطلق الكثير من الحمم. كان على جميع المواطنين الابتعاد عن المنطقة. تم إخلاء مساحة يبلغ نصف قطرها 10 كيلومترات حول البركان. لكن في الوقت الذي كان فيه البعض مشغولاً بالهروب، كان آخرون مشغولين بالتقاط الصور. الرياح القوية. في كازاخستان عليك دائماً أن تذهب إلى أين تأخذك الرياح. الرياح هناك قوية للغاية، ومن المستحيل مقاومتها. في هذه المقاطع نرى كيف تقتلع الرياح أسطح المنازل. تم تسجيل هذه المقاطع في شهر مارس من عام 2020. من الصعب تصديق ذلك، خاصة حين نرى أنه لا توجد سحب أو أمطار، كما أن الجو مشمس. قال مالك هذا المبنى إن الضرر الذي أصاب البناية من الداخل أمر لا يصدق. استغرق الأمر عدة أيام لتنظيف المكان من الحطام. وأخيراً، إعصار MNEF4. ضرب هذا الإعصار القوي مدينتي آشبي ودالتون في مقاطعة مينيسوتا ودمر كل شيء بالمنطقة. حدث ذلك في شهر يوليو من عام 2020. في غضون ساعات قليلة تحولت العاصفة التي ضربت المنطقة إلى إعصار شديد القوة. تم التقاط العديد من الصور المرعبة لهذا الإعصار. لم يكن ملتقطو تلك الصور يتوقعون أن الإعصار سيصل إليهم، لكنه وصل في النهاية. رفع الإعصار القوي السيارات إلى السماء. الأشجار تم اقتلاعها من جذورها. كان الأمر كارثياً. على كل حال، إذا وجدتم أنفسكم في موقف مماثل، فأول ما عليكم القيام به هو الركض بعيداً، وليس التقاط هواتفكم للتصوير. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟